العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن، وفيه وزير الخارجية الألماني يقول إن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وظريف يهدد الأوروبيين بتقليص التزامات طهران في الاتفاق النووي. تجمع المهنيين السودانيين يحمل المجلس العسكري مسؤولية أحداث الأبيض، ورئيس المجلس عبد الفتاح البرهان يدعو إلى تحقيق شفاف فيها. عشية بناء وحدات استيطانية جديدة، رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يقول إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باق إلى الأبد. تواصل القصف في ريفي إدلب وحلب، وقوات النظام السوري تواصل تقدمها في بلدات في ريف حماة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده مستعدة لتقليص جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم تحمها الدول الأوروبية من العقوبات الأمريكية. ومن جانب آخر، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أوليركي ديمر إن بلادها لم تعرض أي إسهام في مهمة بحرية أمريكية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن برلين على اتصال مع الشركاء الأوروبيين بهذا الصدد. وكان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ قال إن الحلف لم يتلقى طلبا رسميا لبدء مهمة في مضيق هرمز. نتحول إلى مراسلين في طهران ياسر مسعود، وفي واشنطن رافد جبوري. ياسر، هل إيران جادة هذه المرة أيضا كما في المرات السابقة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وهل هي مهلة جديدة للأوروبيين؟ لا أعرف إذا كان ياسر يسمعني. ياسر مسعود في طهران؟ نعم، والصوت ضعيف لدي، عفوا. نعم، سأعيد السؤال، هل جواد ظريف بتصريحاته يعلن أن إيران فعلا جادة في تقليص، في مزيد في الواقع من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وهل يعطي مهلة جديدة للأوروبيين بهذا الكلام؟ وإن لم يتحدث اليوم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني بالكلام الجديد، على اعتبار أن مساعده ويعني عباس عراقجي وبعيد انتهاء المفاوضات الأخيرة في فيينا كان قد أكد من أن المفاوضات بناء، لكننا سنستمر بتخفيض التزاماتنا ما دام يعني يستمر هذا الكلام الإيراني ويتواصل، لأن في واقع الأمر ما يتحدث به الإيرانيون من أن الكلام الأوروبي ما يزال يعني مجرد كلام لم يعني يدخل إلى دائرة الواقع وتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، وتحديدا فيما يتعلق بأنستكس. واليوم تحدث ظريف صراحة من أن أنستكس ما تريدها طهران أن تكون ملبية لطموحاتها، أي تكون تتضمن في واقع الأمر عائدات النفط، وإلا إذا لم تتضمن عائدات النفط الإيراني فبالتالي لا تلبي طموحات إيران. وأيضا هناك كلام جاء بالأمس على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني، وحسب ما أعلنته الرئاسة الإيرانية من خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع نظير، أكد روحاني من أن الخطوة الثالثة الإيرانية بتقليص الالتزام الإيراني بالاتفاق النووي سوف تكون تختلف عن سابقاتها ولا يمكن العودة عنها، وبالتالي يمكن القول من أن الكلام الإيراني هذا جديد، وهذا التصريح بغاية الأهمية على اعتبار أنها كانت قد أكدت طهران لمرات عديدة على لسان رئيس الدبلوماسية الإيرانية ظريف وغيره، وحتى هو روحاني، من أن إذا ما التزمت أوروبا بالاتفاق النووي بالمقابل ستعود طهران عن خطواتها بتخفيض التزاماتها. نعم، رافد جبوري في واشنطن. ألمانيا كانت واضحة جدا بأنها لن تشارك في أي قوة أو مهمة تقترحها الولايات المتحدة لحماية حرية الملاحة في الخليج. هذا الجواب ليس ما تتوقعه واشنطن من حليفها الألماني ربما، أليس كذلك؟
لا هو ضربة يعني محاولات إدارة ترامب لبناء نوع من التحالف الدولي، لكنه في المقابل يعني لم يكن مستبعدا من قبل من يتابعون الأحداث هنا في واشنطن. فهذه أزمة يعني بدأتها إدارة ترامب فيما سمته بسياسة الضغط الأقصى على طهران، بدأتها بالانسحاب النووي من الاتفاق مع إيران. فلذلك يعني من كان هناك يعني توقعات بأن تكون مهمة الولايات المتحدة صعبة في بناء أي تحالف دولي، حتى لو كان غرضه المعلن هو تأمين الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي وائل. على أي حال نحن هنا في واشنطن نترقب يوم غد موعد انتهاء تمديد يعني استثناء الدول الأوروبية والصين وروسيا من عقوبات أمريكية تتعلق بتعاون هذه الأطراف مع إيران في المجال النووي السلمي، وتنتهي يوم غد يعني التمديد الأخير الذي كان لثلاثة أشهر. من المرجح أن يمدد ترامب استثناء هذه الأطراف الدولية من العقوبات في المجال النووي بناء على نصيحة وزير خزانته ستيف مانوشن وعلى غير رغبة وزير خارجيته مايك بومبيو ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، المعروفان طبعا بتشددهما في الملف الإيراني. إذن ربما يعني يوم غد بحسب الترجيحات والتوقعات سيكون يوم أهدأ على الأقل من الأيام الأخرى على مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وإن كانت التوقعات صعبة جدا في هذا المسار وهذه الأزمة. رافد، بسؤالنا عن الاستراتيجية الأمريكية تجاه الوضع في الخليج، طالما أن الولايات المتحدة تجد نفسها ربما وحيدة حتى من دون حماسة من قبل حلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه واشنطن أصلا لموضوع حماية الملاحة البحرية، ونتذكر ما كتبه الرئيس ترامب على تويتر أن الولايات المتحدة لم تعد معنية أصلا كثيرا بنفط الخليج، ولتأتي الدول الغنية الصين واليابان ولتحمي ذلك. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه الفكرة؟ لا، لن تتخلى بسهولة عن هذه الفكرة. ما زالت تلك المنطقة وائل تشكل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. ما يقوله ترامب، وإن كان طبعا دائما نقول من الصعب أن يعني أن نرى المنطق في كل ما يقوله ترامب، سواء ما يقوله يعني حرفيا أو ما يكتبه على موقع تويتر، لكن منطقة الخليج منطقة حساسة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي أيضا، وليس فقط لحرية الملاحة أو يعني حرية حركة تجارة النفط الدولية. لذلك نحن نتحدث عن مسألة أشمل. عندما يقول ترامب ذلك فهو يلوح ويهدد الأطراف الأخرى في أن قضية انسحابه قد تكلفهم أكثر، كما جاء في التغريدة ربما طلعت عليها وائل للسفارة الأمريكية في برلين بعيد القرار الألماني، التي قالت ربما يكون الاقتصاد الأكبر في أوروبا عن الاقتصاد الألماني مستعدا لشراء المزيد من السفن، في لغة يعني تخلط بين الجد والهزل في هذه القضية. شكرا جزيلا لمراسلينا رافد جبور في واشنطن وياسر مسعود قبله في طهران. ومن جانب آخر، ذكر مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن لدى الإمارات رغبة في التواصل مع إيران بهدف حفظ أمن الخليج ومضيق هرمز. وأضاف مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في بيان أن الإمارات في طور إعادة النظر في سياساتها المتشددة في اليمن وتغيير تموضعها العسكري، وأنها تحاول اتخاذ موقف مختلف عن السعودية فيما يخص اليمن كما قال. وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال إن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية والإمارات والبحرين بشرط أن تغير هذه الدول من سياساتها وتتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت على لسان قائد خفر السواحل الإماراتي العميد مصباح الأحباب قوله إن التنسيق المتواصل بين إيران والإمارات ضروري لضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج التي تشهد توترا كبيرا بسبب تراجع الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي ورد طهران بتقليص التزاماتها بهذا الاتفاق. وطبعا تشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها ما بين طهران وأبو ظبي، والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية. وطبعا تفاقم أيضا هذا التوتر بعد الأزمة مع اليمن والصراع المحتدم هناك منذ 5 أعوام بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وأيضا المساعدة
المسلحين الحوثيين التي تتهم إيران بأنها تدعمهم. وزاد التوتر في الخليج بعد الهجوم الذي تعرضت له 4 ناقلات نفط في قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، واتهم مسؤولون إماراتيون وقتها إيران بمسؤولية عن ذلك، بالإضافة إلى اتهاماتها بالمسؤولية عن هجمات أخرى في منطقة الخليج. دعا تجمع المهنيين السودانيين والي كردفان إلى القبض فورا على مرتكبي مجزرة الأبيض التي راح ضحيتها 5 طلاب، محملا المجلس العسكري المسؤولية. كما دعا تجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي السودانيين إلى المشاركة في مظاهرات مليونية سماها القصاص العادل غدا الخميس. ومن جانب آخر، أدان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أحداث الأبيض داعيا السلطات السودانية إلى توقيف المتورطين وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت ممكن. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد وصف في تصريحات صحفية مقتل الطلاب بغير المقبول، داعيا هو الآخر إلى محاسبة الجنى. لهجة حادة ابتدأ بها الوسيط الأفريقي خطابه الإعلامي، نبرة استنكرت سقوط الضحايا بين الطلاب المحتجين في الأبيض، مطالبا بإجراء تحقيق عادل يقدم الجناة للعدالة، بينما أشار للتأخير الواضح في خط سير المفاوضات بين العسكر والمدنيين وضرورة الإسراع في وتيرة التفاوض. بالمصادقة على المرسوم الدستوري، نعتبره اليوم هو أكثر الاستعجالات إلحاحا في هذه اللحظة التاريخية، وبالتالي فإننا نهيب بالأطراف وبالشعب وبالنخب وبأصدقائهم أن يعوا هذا الاستعجال وأن يتصرفوا طبقا له. رغم أن التظاهرات في مختلف ولايات السودان لم تتوقف اعتراضا على سقوط قتلى في الأبيض وعشرات الجرحى، إلا أن قوى الحرية والتغيير ما زالت تسير في خط التفاوض السياسي مع الحرص على إبقاء ضغط الحراك الميداني. لذلك دعت إلى مليونية القصاص العادل يوم الخميس في كل مدن البلاد، ترسيخا لارتباط تطبيق العدالة بالحكم المدني الديمقراطي. لفظ التصعيد هناك تحفظ حولها، العمل المدني والمقاومة السلمية والاحتجاج والمواكب هذا حق لكل شعوب الأرض. السلطة المدنية هي الوحيدة القادرة على استرداد الحقوق وتكوين لجان التحقيق المستقلة التي بدورها من الممكن أن تقتص من الجنى وتقديمهم لعدالة. وعلقت الدراسة في كافة أنحاء السودان على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في شمال كردفان لتمتد إلى مدن مختلفة اعتراضا على استخدام الذخيرة الحية ضد التلاميذ العزل، اعتراضات شملت المجلس العسكري الذي أكد تكوين لجنة تحقيقات خاصة للكشف عن المتسببين في سقوط ضحايا. ما بشر به مبعوث الاتحاد الإفريقي بتقلص هوة الخلاف بين المجلس العسكري والحرية والتغيير ودنو أجل الاتفاق الدستوري النهائي وبداية الفترة الانتقالية يظل مرهونا بتطور الأحداث الميدانية على الأرض والتي عطلت الاتفاق في العديد من المرات. سالي عثمان، العربي، الخرطوم. معنا عبر سكايب من مدينة ليدز البريطانية القيادي في الحزب الشيوعي السوداني علي محجوب. سيد محجوب، قررتم في الحزب الشيوعي عدم المشاركة في أي جولات تفاوض مقبلة مع المجلس العسكري الانتقالي، لماذا هذا القرار كان متفردا وليس من كل قوى إعلان الحرية والتغيير؟ شكرا على الاستضافة وترحم على أرواح شهدائنا والعائلة الشفاء للجرحى. هذا الموقف ليس متفرد ولكن موقف متسق، لأنه نحن منذ اليوم الأول طرحنا عدم التفاوض مع العسكر، لأنه نعتقد اعتقاد جازم بأن هذا المجلس هو يمثل امتداد للسلطة السابقة ولا يمكن أن يتم معه التوصل لأي اتفاق يخدم القضايا التي من أجلها سار الشعب السوداني. وظلنا نقول هذا الكلام مع شركائنا
ولكننا لأننا ارتضينا أن نقوم داخل التحالف إعلان الحرية والتغيير كنا نلتزم بالرأي الجماعي ونسعى في إطار تحقيق المطالب بالشكل المطلوب. ولكن الآن وصلنا إلى نقطة نعتقد أنها وصلت نقطة الفراق، لأنه لا يمكن استعادة الثقة في المجلس العسكري الذي ظل يماطل وظل يطرح نفسه كبديل للسلطة المدنية ويصر على تنفيذ. سيد محجوب، لماذا لم يصل شركاؤكم في قوى الحرية والتغيير إلى هذا الاستنتاج أو القناعة التي توصلتم إليها أنتم في قوى الحرية والتغيير بعدم جدوى التفاوض مع المجلس العسكري؟ ليس نحن وحدنا، لكننا ظلنا نطرحها داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، ولكن هناك رأي آخر في داخل قوى الحرية والتغيير. وكما تعلمون هناك خطين داخل قوى الحرية والتغيير، الخط الذي يدعم التغيير الكامل للسلطة وهياكلها التي ظلت تحكم 30 عاما، ولكن هناك رأي آخر الذي يقتنع بأن يتم ذلك عبر الهبوط الناعم، استلام السلطة بالأول وبعدها استمرار أو بعدها مواصلة إحداث التغييرات الموجودة. ولكن نحن نقول لا يستقيم الظل والعود أعوجه، فإذا لم نبدأ من الآن في أن نثبت الحقوق الأساسية وأن نلتزم بها ونثبت عليها لا يتم ذلك، لأن المجلس العسكري بدأ. طيب ما بديلكم سيد علي محجوب؟ التيار الآخر الذي يوصف بالواقعي داخل قوى الحرية والتغيير والذي يقول علينا أن نتفاوض مع المجلس العسكري، يقول إننا نحقن دماء السودانيين بهذا الشكل، أنتم ما بديلكم؟ بديل التفاوض ما هو بالنسبة إليكم؟ أين حقن الدماء الذي يتحدثون عنه في قبل يومين من الآن؟ وبصورة مباشرة نرى القوات التي يمثلونها سواء كانت دعم السريع أو القوات الأمنية بكل صلف تفتح النار على المواطنين العزل، على الأطفال. فأي حقن للدماء يريدون أن يحقنونه. لذا نحن نصل لقناعة كاملة أن ما يسعى إليه المجلس العسكري الآن هو مماطلة كسب الوقت وتحقيق ما هو يسعى إليه، اللي هو يعني إعطاء شرعية جديدة للنظام. بديلكم هو الشارع أستاذ علي محجوب باختصار شديد؟ بديلنا هو الشارع، نعم. الوقوف مع المطالبة بحقوق الشعب السوداني، المطالبة بكل الهياكل التي تدعم التحول الديمقراطي الكامل، ونواصل مع شركائنا ضمن الاتفاقيات السابقة التي وقعت حول التحول الديمقراطي، حول هيكلة الدولة الذي المواثيق الإعلان الحرية والتغيير، سنواصل معهم في الضغط على تنفيذها. ولكننا سوف لن نشترك في أي حوار يضم المجلس العسكري القائم الآن، لأنه هذا مجلس يمثل السلطة السابقة ولا يعرف غير القتل والتطويل للزمن لكسب مواقف جديدة كل يوم. نعم. لخدمة أغراضه في امتداده للسلطة الماقية. شكرا جزيلا السيد علي محجوب القيادي في الحزب الشيوعي السوداني. من جانب آخر، نظمت الجالية السودانية في بريطانيا مظاهرة أمام السفارة السودانية في لندن تنديدا بأحداث الأبيض التي قتل فيها 6 طلاب. ورفع المتظاهرون شعارات ضد المجلس العسكري منددين بقتل الطلاب ومطالبين بالقصاص لهم. وينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن مفدنا هشام ميهوبي. هشام، أعطنا صورة موجزة عن هذه المسيرة، من ينظمها وما هو حجمها؟ نعم فرح، هذه المسيرة تأتي من تنظيم تحالف القوى السياسية في المملكة السودانية في المملكة المتحدة التي دعا فيها الجالية السودانية في عموم بريطانيا إلى التظاهر وعلى مدار أسبوع كامل أمام السفارة السودانية في لندن، وذلك للتنديد بأحداث الأبيض التي قتل فيها 5 طلاب، وأيضا للمطالبة بالقصاص لمن قضوا في هذه الأحداث، والتمسك بمدنية الثورة ونقل الصورة
السلطة إلى سلطة مدنية عوض المجلس العسكري الذي يتحكم في زمام الأمور في البلاد. هذه التظاهرة فرح شارك فيها العشرات من السودانيين، العدد ربما لم يرقى إلى ذلك العدد الكبير الذي تشهده عادة التظاهرات السودانية في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع، وذلك أن اليوم يوم الثلاثاء هو يوم عمل بالنسبة في بريطانيا، وبالتالي فإنه قد تعذر على العديد أو على الأعداد الكبيرة من السودانيين الالتحاق بهذه التظاهرة، إلا أن ذلك لم يمنع هذه الأعداد من الحضور اليوم أمام السفارة السودانية للتنديد بما حصل في الأبيض وللمطالبة بالقصاص لمن استشهدوا أو لمن قضوا في هذه الأحداث. الشعارات ككل مظاهرة فرح تعكس سلمية الثورة السودانية وتؤكد على مدنيتها. شعارات هنا رفعت ضد المجلس العسكري في السودان واتهمت البرهان وكذلك أيضا حمدسي على أنهم ضالعون في أحداث الأبيض، ووجهت أصابع الاتهام في القتل للقيادات العسكرية في المجلس العسكري. تحدثنا إلى بعض القادة في تحالف القوى السياسية السودانية في المملكة المتحدة وقالوا أن هذا الغضب السوداني في الخارج مرده هذه الأحداث التي تضع مسؤولية جسيمة على عاتق المجلس العسكري وقد تضاعف من التبعات السياسية وقد تعيد حسب هؤلاء القادة الحوار في السودان بين المجلس العسكري وبين السلطة المدنية إلى نقطة الصفر كما أعادتها. نعم. أعادتها الأحداث أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو. شكرا جزيلا لك هشام ميهوبي مراسلنا من لندن. العرب اليوم متواصل معكم مشاهدينا وفيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة تصف مقتل عشرات المدنيين في قصف سوق في محافظة صعدة باليمن بالتحول السيء للأحداث. أهلا من جديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستبقى إلى الأبد. وأضاف نتنياهو خلال زيارة إلى مستوطنة إفراد جنوب القدس المحتلة إنه لن يتم اقتلاع أي مستوطنة أو ترحيل أي مستوطن. وتصريحات نتنياهو هذه تأتي مع إعلان إسرائيل عزمها بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة عشية زيارة يقوم بها مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة. قد يتساءل البعض ما الذي يدفع حكومة احتلال كرست سنوات عملها لصالح المد الاستيطاني أن تصادق على منح تصاريح بناء للفلسطينيين في مناطق خاضعة لسيطرتها ومصنفة جيم بحسب اتفاق أوسلو. الخطوة جاءت بحسب تقديرات سياسية بعد ضغوط أمريكية، والبعض اعتبرها بادرة لإقناع القادة العرب حضور القمة المزمع عقدها في كامب ديفيد بدعوة من الرئيس ترامب لإعلان خطة السلام الأمريكية. أما وزارة الخارجية الفلسطينية فتؤكد أن البناء في المناطق المصنفة جيم حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة. دولة فلسطين تؤكد أنها لن تقبل بهذه المقايضة السخيفة التي وردت على لسان الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو. بنفس الوقت سنبقى في ممارساتنا في مواجهة هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، لأن الاستيطان غير شرعي وأي عمل في داخل هذه المنظومة هو عمل غير شرعي. بعد سنوات من الرفض وافقت حكومة الاحتلال على منح تراخيص بناء ل700 وحدة سكنية للفلسطينيين، وصادقت بالمقابل على بناء 6000 وحدة استيطانية، ما يعني الدفع نحو مزيد من الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة. لم يحدث منذ فترة طويلة أن تم ترخيص بناء واحد للفلسطينيين لمصلحة الفلسطينيين إلا إذا كان هذا من أجل ترحيل الفلسطينيين ومن أجل طمس حقوق الفلسطينيين بأداة احتلالية ولكن باسم أن هذا المشروع يخدم الفلسطينيين. من جديد يستخدم نتنياهو الاستيطان ورقة لكسب معركة انتخابية باتت على الأبواب، وترى السلطة الفلسطينية أن الحل يكمن بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان والداعمة لحل الدولتين.
تباينت التقديرات حول دوافع حكومة الاحتلال منح تصاريح بناء للفلسطينيين، لكن الهدف يبقى واحدا، الالتفاف على حق الفلسطينيين في أراضيهم دعما للمشروع الاستيطاني وتعزيزا له. يارا العملي، العربي، رام الله. وينضم إلينا من رام الله أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام في جامعة القدس. سيد عوض، لن نزيل مستوطنة واحدة من الضفة الغربية، هذا كلام يقوله نتنياهو مع بدء كوشنر جولة إلى المنطقة. كيف تقرأ هذا الكلام وما الذي يعنيه بالنسبة للفلسطينيين؟ مساء الخير لك وللجميع. أنا أقرأ هذا الكلام بطريقة مختلفة قليلا. برأيي أنه إسرائيل الآن بهذه الإجراءات وإجراءات أخرى وتصريحات مرافقة للإدارة الأمريكية والإسرائيلية أيضا، أنه إسرائيل، اليمين الإسرائيلي، إسرائيل إذا شئتي، واليمين الأمريكي الآن يتحدثون عن بضاعة أخرى فيها تجاوز لفكرة الديموغرافية. إسرائيل اختارت أنه تحتل الضفة الغربية وتضمها، تتجاوز فكرة الديموغرافية، تتجاوز فكرة الديمقراطية، تتجاوز فكرة أوسلو، تتجاوز فكرة حل الدولتين، تتجاوز فكرة القانون الدولي. عمليا إسرائيل الآن بصدد فرض حل مختلف تماما، وبالتالي عمليا تختار أن تكون، أن تحتل الضفة الغربية وتضمها. هل هذا الكلام يلخص كلام الوزير المتطرف بسليئيل سموتريتش؟ قال إن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها إسرائيل خطة استراتيجية لمنع إقامة دولة فلسطينية في قلب البلاد، وكل ذلك يأتي مع إعلان إسرائيل لبناء مستوطنات أخرى جديدة. تماما. أنا برأيي أنه الآن الأمريكيين والإسرائيليين يتحدثون ببضاعة ولغة مختلفة عن بضاعتنا ولغتنا. الآن هم يتجاوزوا كل ذلك، تجاوزوا القانون الدولي كما قلت، تجاوزوا الإجماع الدولي، تجاوزوا الاتحاد الأوروبي، أطراف أخرى في مجلس الأمن، تجاوزوا أنه إسرائيل خايفة من الديموغرافيا لتضم مليونين شخص فلسطيني إطلاقا. مش بطلت خاف إنها هي دولة بين قوسين ديمقراطية ويهودية، لا، بتجمع بينهم، فيش مشكلة، اللي عنده منظرين يهود يستطيعون قلب الحقائق وتركيب ما لا يركب على بعض البعض، فيش مشكلة. لذلك إسرائيل الآن اختارت، منذ أن قتلت التطرف اليميني الإسرائيلي رابين سنة 95 ودخلت إسرائيل الانتخابات 96، إسرائيل اختارت تماما أن تكون دولة العنصرية والاحتلال، ونتجاوزت أيضا أوسلو. ولكن سيد عوض، في نفس الوقت الآن هي تقر وبناء 700 منزل للفلسطينيين في المناطق جيم، ماذا تريد من هذا القرار؟ هذا برأيي أنه هذا كلام استهلاكي إعلامي لا يعني شيئا على الإطلاق. هذا ربما يمهد أو يسهل ادعاءات معينة سيكون كوشنير هنا أو هناك، ربما تسهل فكرة أنه لا، إسرائيل يعني أعطت إشارة أنها مستعدة تفتح للمساومة أو التسوية. لا، هذا كلام. على فكرة في مناطق جيم كل صبح هناك طواقم هائلة من الإدارة الأمريكية المدنية المحتلة طبعا، التي تراقب براكس واحد، مدجنة واحدة، حظيرة حيوانات واحدة تهدمها. بالتالي الآن عندما تكون تبني 700 شقة في مناطق جيم اللي هي بتشكل 66% من الضفة الغربية، عمليا هذا كلام برأيي استهلاكي ولا معنى له. طب ما خيارات الفلسطينيين إذا في مواجهة كل هذا التصعيد الإسرائيلي؟ برأيي أنه الآن مش بس الخيار الفلسطيني، مش بس الحل الفلسطيني، الحل الإقليمي عربي، أنه يجب أن لا نسمح للمحتل أن يكافئ وأن يندمج وأن يقود وأن يحمي وأن يفرض شروطه، ومش بس هيك، وأن يمول، أن يمول احتلاله. أنا أقول أنه للإقليم كله، شعوبا وحكومات ونخب، أنه يجب أن لا نسمح للمحتل أنه يفرض الآن وينتصر علينا. في صمت دولي عجيب في المؤسسات الدولية اللي السلطة يعني راهنت عليها منذ عام 2000 وتقريبا 2000 كوري 2011 تعمق هذا الأمر. الهيئات المجتمع الدولي ساكتة صامتة، بتعملش إشي، وبالتالي أنا أقول إنه الإقليم العربي هو الذي يرد، بالإضافة نحن في الخندق الأول، ولكن أيضا معنا إقليم، معنا شعوب نستند إليها وحكومات أيضا نستند إليها حتى تقول لا للمشروع الصهيوني. شكرا جزيلا لك أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام في جامعة القدس.
التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان بجارد كوشنر صهري ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد الديوان الملكي في بيان له أن الجانبين بحثا عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتأتي زيارة كوشنر للأردن في إطار جولة جديدة في المنطقة للدفع قدما بخطته للسلام في الشرق الأوسط التي لم يكشف بعد عن تفاصيلها كاملة. المزيد معنا من عمان مراسلنا ليث الجبور. ليث، هل عرف أي شيء عما يحمله كوشنر؟ نعم وائل، يعني بالفعل هذه الزيارة لم تكن معلنة التوقيت الزمني تحديدا، تم الإعلان أنه سيكون هناك زيارة في منطقة الشرق الأوسط ولم يتم الإعلان أن هذه الزيارة ستكون في عمان اليوم، حتى أنه لم يسمح لوسائل الإعلام بالدخول ويعني تصوير هذا اللقاء أبدا، بالعكس كان هناك فقط بيان مقتضب من قبل الديوان الملكي يتحدث أن العاهل الأردني قد أكد على أنه لا بديل لحل الدولتين، لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 67 بأن تعيش بأمان وسلام إلى جانب إسرائيل. هذا كان بيان الديوان الملكي. لم يتم الحديث في هذا البيان المقتضب عن أي أطروحات أمريكية اليوم جاء بها كوشنر من واشنطن، لكن كثيرون رأوا أن هذه الزيارة كما سبقتها زيارات أخرى لربما تأتي في سياق الضغط على عمان بالقبول بصفقة القرن وتحديدا بنتائج الشق الاقتصادي منها بما يخص ورشة البحرين أو المنامة. لكن اليوم الأردن يؤكد أن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ستبقى راسخة ولن تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بتغيير هذه الثوابت، لكن البعض يرى أنه لربما يرضخ الأردن إلى بعض المطالبات وبعض الضغوطات، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر أحد أكبر داعمي الأردن اقتصاديا، وخاصة اليوم في ظل مظاهرات تطالب بإصلاحات اقتصادية لحكومة الرزاز. شكرا جزيلا ليث الجبور مراسل العربي في عمان. استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل قيس فراس عبيد البالغ من العمر 6 سنوات من بلدة العيساوية في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استدعت الطفل بإرسال بلاغ رسمي إلى عائلته للحضور إلى مركز التحقيق في القدس المحتلة. يأتي هذا بعدما استدعت الشرطة الإسرائيلية أمس الطفل محمد عليان للتحقيق معه، وحكم عليه الاحتلال بعدم اللعب خارجا مهددا أهله برفع وصايتهم عنه. كان يشرب كعد باكيت عصير ورمى باكيت العصير الكرتونة على الشارع جنب الجيش. رمي عصير على ناصية الطريق يتسبب باعتقال طفل ليس عنوان مسرحية هزلية، إنه الاحتلال. غرفة تحقيقات تستقبل فيها الشرطة الإسرائيلية على ما يبدو أطفال فلسطين واحدا تلو الآخر. ضجة لم تردع الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة عن استدعاء آخر يبلغ من العمر 6 سنوات. أنا عمري 6 سنين واسمي قيس. قيس فراس عبيد يحمل أمر التحقيق ويبتسم، ورقة كتب عليها بالعبرية لا يعي ما يقصد بها، يحملها ويلتقط الصور كأنها شهادة امتياز نالها في نهاية العام الدراسي. هو طفل آخر من قرية العيسوية الواقعة شرق المدينة المحتلة، توجه إليه تهمة تهديد أمن الاحتلال برشق العصير المحلى على مركباتها وتهديد أمنها، سبب يثير حفيظة العائلة. واقف في الشارع، نزلت أول سيارة، الولد في ده كرتونة عصير بيشرب فيها، لما شاف الجيش زت على الأرض وشرد، طاحت السيارة الثانية زكطوه طلعوا وراه على ثالث طابق، طلعت وراهم أنا وتخبيت على تحت التخدم، الجيش عطوني ملكتين ورقة واحدة عشان أطلع البريد وأبوي طلعني. حيثيات تحقيق مبهم المعالم، لا يعرف ما يسأل فيه وما يجاب. يعني حكومة في الدول كلها تكبر تأخذ ولد 4-5 سنين على تحقيق. تنديدات متعاقبة من جمعيات حقوقية لاقتها هذه الاستدعاءات. مركز حماية لحقوق الإنسان أدنى الممارسات بحق الأطفال مدرجا إياها ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة، سياسات تلاقي شجبا دوليا لكن ممارسات سلطات الاحتلال تنذر باستمرارها. فمشتوى العربي، القدس المحتلة.
إلى شأن سوريا الآن، فقد سيطرت قوات النظام السوري على منطقة وادي حسمين شرقية قرية تل ملح وقرية الجبين في ريف حماة بعد اشتباكات عنيفة وقصف جوي وصاروخي مكثف استهدف المنطقة. وكان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح في الريف الشمالي لحماة مطلع يونيو حزيران خلال هجوم مضاد على قوات النظام التي تشن هجوما في المنطقة منذ أواخر أبريل نيسان بدعم من روسيا. وتأتي هذه التطورات الميدانية عشية الجولة 13 لمحادثات أستانا التي تعقد في الأول والثاني من آب أغسطس المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان أستانا سابقا. قوات النظام تتقدم في مواقع المعارضة السورية في ريف حما الشمالي، إذ تمكنت من انتزاع منطقة وادي حسمين شرقي تل ملح بعد اشتباكات عنيفة ومئات الغارات الجوية على المنطقة. وكانت قوات النظام قد استعادت خلال الأيام القليلة الماضية قريتي تل ملح والجبين. بسبب القصف المكثف على خطوط الجبهات اضطررنا للانسحاب من وادي حسمين في ريف حماة حفاظا على الأرواح، فالعدو يستعمل سياسة الأرض المحروقة، وإن شاء الله نحن نعد العدة للدفاع عن مناطقنا واستعادة المواقع التي سيطرت عليها الميليشيات. تقدم النظام في وادي حسمين وضع قريتي حصرايا والزكاة تحت النار وجعلها نقطة للاشتباك، وفيما لو تمكنت قوات النظام من السيطرة على حصرايا والزكاة تكون قد وصلت حتى أطراف مدينة كفر زيتا إحدى أكبر مدن ريف حما الشمالي وأهم معاقل المعارضة في المنطقة. فصائل المعارضة بدورها تستمر بإرسال التعزيزات العسكرية باتجاه ريف حما الشمالي، فهي تدرك أهمية المناطق التي باتت تحت مرمى قوات النظام. ميدانيا تستمر طائرات النظام الحربية والطائرات الروسية باستهداف قرى وبلدات في ريف إدلب موقعة القتلى وجرحى في صفوف المدنيين في الأيام التي تسبق جولة جديدة من اجتماعات أستانة في الأول والثاني من آب أغسطس في نور سلطان عاصمة كازاخستان. وسط قصف جوي وصاروخي مكثف قوات النظام تتقدم على حساب قوات المعارضة على جبهات ريف حما الشمالي، ويقول مراقبون أن قوات النظام تسعى لتحصيل مكاسب على الأرض قبل اجتماع أستانة المرتقب. خالد إدلبي، العربي، ريف حما الشمالي. وينضم إلينا من ريف إدلب مراسلنا خالد الإدلبي، ومن ريف حلب قحطان مصطفى. وأبدأ معك خالد، ما الجديد ميدانيا بعد أنباء التقدم الذي تحققه قوات النظام في ريف إدلب؟ نعم، قتل هذا اليوم طفلين جراء غارات جوية لطائرات النظام الحربية على قرية كفر زيبة بالقرب من مدينة الريحة في منطقة جبل الأربعين، فيما استمرت الغارات الجوية المكثفة بشكل كبير جدا على منطقتي الزكاة وحصرايا ومدينة كفر زيتا ومدينة اللطن. أيضا طائرات النظام الحربية استهدفت قرى الشيخ مصطفى وكفر سجنة وبلدة حيش ومدينة خان شيخون بعشرات الغارات الجوية منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظات. في هذه الأثناء أيضا يوجد عدد من المروحيات وطائرات حربية روسية وتابعة للنظام تقوم باستهداف محيط كفر زيتا واللطن. الاشتباكات خفت نسبيا بعد سيطرة قوات النظام على منطقة وادي حسمين الواقعة شرق تل ملح وغرب قرية الزكاة. قوات المعارضة اليوم أرسلت تعزيزات كبيرة جدا باتجاه منطقتي الزكاة وحصرايا. قوات المعارضة تقول أنها حتى الآن يمكنها تصدي للنظام بسبب وجود وادي حسمين في منطقة منخفضة، وجودها هي في منطقة مرتفعة، لكن ما يقلب موازين المعركة هو استخدام كمية كبيرة من الغارات الجوية والصواريخ. قوات النظام تعتمد على انسحاب قوات المعارضة من المناطق تحت ضغط العنيف جدا، ثم تستلم تلك النقاط دون اشتباكات مباشرة ودون عمليات التحام مباشر بين العناصر. لكن قوات المعارضة تقول أنها مستعدة لصد أي هجوم، ففي حال سقطت مدينة كفر زيتا في يد قوات النظام سيكون ريف حماة الشمالي في خطر كبير، ويحتمل سيطرة قوات النظام عليه
أيضا سيطرت دارت اشتباكات عنيفة على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي للمرة فوق المئة حسب فصائل المعارضة. قوات النظام فشلت في التقدم إلى منطقة الكبينة والسيطرة عليها. طيب خالد ابقى معنا، سأنتقل إلى مراسلنا قحطان مصطفى من ريف حلب وأسألك عن الصورة في حلب، وكيف يمكن أن تربط قوات المعارضة بين ما يحدث ميدانيا ومع قرب بدء الجولة 13 لمحادثات أستانة التي ستشارك فيها المعارضة أيضا؟ نعم طبعا أبدأ معك من يوم أمس، حيث عقد المؤتمر الصحفي لطبعا القائد العسكري في صفوف المعارضة الرائد ياسر عبد الرحيم، حيث طبعا يعني تحدث الرجل عن وجود أو تواجد في أستانة طبعا بعد أن قرر بعض المدنيون هنا أن عدم المشاركة في هذه المباحثات، طبعا يتخوف من المدنيين هنا من تسليم آخر ربما يكون بعد أستانة على غرار ما حدث في مدينة حلب. طبعا هنا الفصائل العسكرية على الصعيد الميداني تتجهز للانقضاض على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث المعركة المرتقبة في شرق الفرات التي تتجهز لها الفصائل، وأيضا هناك أرتال عسكرية تابعة أيضا للجيش التركي التي وصلت مساء هذا اليوم عبر معبر باب السلامة وعدد من المعابر المتواجدة في ريفي حلب الشمالي وأيضا في ريف حلب الشرقي. كل مقومات المعركة هنا لعملية شرق الفرات تبدو جاهزة وأيضا بانتظار ساعة الصفر للانطلاق في هذه المعركة. شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى من ريف حلب، وشكر موصول أيضا لخالد الإدلبي من إدلب. نواصل نقاش الموضوع نفسه، معنا من باريس سلام الكواكبي مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في العاصمة الفرنسية. أستاذ الكواكبي، هل يبدو النظام في طريقه لاستعادة السيطرة على إدلب مستفيدا من صمت العالم وربما لا مبالاته كما تقول الأمم المتحدة؟ يعني لا مبالاة العالم هي قائمة منذ 8 سنوات على الأقل، وأما ما يتم الآن على الأرض هو عملية سياسية بامتياز، هي عملية يظهر فيها توافق إقليمي ودولي على تقدم محدود مقابل تراجع محدود، كما حصل منذ شهران أو 3 تقدم للمعارضة محدود أيضا مقابل تراجع محدود وعدم فاعلية لقوى النظام، حيث توقفت الميليشيات الإيرانية والغطاء الجوي الروسي عن الخوض في المعركة بشكل مباشر، مما أدى إلى تراجع قوى النظام وسمح للمعارضة بالتقدم في عدة بعض المحاور. والآن تغير الموضوع بشكل أيضا محدود، وهو لا يعني سقوط إدلب ولا يعني أن معركة إدلب قد حسمت، أن معركة إدلب هي معركة سياسية تناقش بين الروس والأتراك، ولا أعتقد أن لا للأمم المتحدة ولا للقوى الدولية التي كان يظن البعض أن لها باع في الملف السوري أي ثقل فيها، وطبعا لا حتى قوى المعارضة لا يوجد لها أي دور فاعل في قرار سياسي في هذا الشأن. ما هي اللعبة السياسية التي تشير إليها بين روسيا وتركيا؟ صفقة جديدة أخرى على حساب السوريين كما حصل في حلب؟ طبعا هي صفقات. منذ أن حدثت الثورة الكبيرة في العلاقات الروسية التركية والعودة إلى العلاقات الحميمة، والتي ترسخت قريبا جدا منذ عدة أيام فقط بوصول الصواريخ الاستراتيجية S-400، وهي سابقة مهمة جدا في موضوع الحلف الأطلسي. يعني لا ننسى أن تركيا هي من مقومات قيام الحلف الأطلسي وهي من أقوى جيوشه، فهي الآن تحصل على أسلحة استراتيجية روسية روسيا لم تكن مستعدة لتسليمها لأي حليف من حلفائها التاريخيين حتى، وبالتالي هناك تغيير قوي جدا في الملف التركي الروسي، ولا يعني ذلك تخلي تركي تام عن دعم بعض فصائل المعارضة السورية، ولكن هناك بعض المحاورات السياسية صفقات سياسية التي تجري
كما سبق وجرت على حساب الشعب السوري وعلى حساب دماء السوريين من مدنيين وغيرهم. طيب ما خيارات السوريين والحالة هذه أستاذ الكواكبي؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ هذا سؤال أخي وائل صعب جدا جدا. أعرف ولذلك طرحته عليك. السنوات الطويلة السوريون شكرا. السوريون هم مشتتين حتى في قوى المعارضة. شهدنا كيف برز تشتتهم أثناء الحملات الأخيرة على اللاجئين السوريين في تركيا. عدم وضوح الرؤية، عدم وجود جسم سياسي معارض فعال يعبر عن مطالب السوريين أو مطالب جزء من السوريين الذين اختاروا أن يثوروا على هذا النظام على الأقل. يعني السوريون خرجوا من المعادلة للأسف كمجموعة كهيئات معارضة، ولكن يبقى السوريون كشعب وكأفراد وكمنظمات مجتمع مدني عليهم الكثير الكثير لكي يلفظوا بعض الشوائب من بين جنباتهم خاصة في منطقة إدلب ليثبتوا للعالم أن هناك ثورة وليس هناك فصائل تحارب لمصالح غير سورية وتحارب وتتوقف عن المعركة أيضا بأوامر غير سورية. وهذا للأسف الشديد توضح وترسخ في الأشهر القليلة الماضية. شكرا جزيلا سلام الكواكبي مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس. في لبنان طالت التوقيفات التعسفية مجددا اللاجئين السوريين في البلاد، ويرى متابعون أن الاعتقالات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان مخالفة للقوانين والأعراف الدولية. تعود فاطمة أدراجها خائبة لتفتح باب منزلها وتأخذ استراحة المحارب بعدما أغلقت أبواب معرفة مصير ابنها الذي لا يزال مجهولا. ابنها قضى محكوميته عام 2016 وسجن في لبنان وهو قاصر مدة سنتين بتهمة التواصل مع مقاتل جريح من الجيش الحر. أوقف مجددا. هلأ صارت له فرصة عمل بطرابلس، إجا يقدم علي بطرابلس إنه مشان يعلم. هو راجع على حاجز دير عمار أخذ الحاجز. بعد نهارين اتصل فيني قال لي أنا بسجن الريحانية إذا بتحكي لي محامي يتابعني قضيتي. قلت له طيب المحامي عم يشتغل من ما تركك؟ قال إنه خلي يعجل إنه لأنه أنا كثير متعذب. فكمان إنه بعدها ما عاد سمعنا له لا حس ولا خبر ولا إنه وينه. التوقيفات المخالفة للقانون عادت إلى واجهة الممارسات الأمنية بحق السوريين، أمر أكده المحامي محمد صبلوح الذي تلقى رسالة من ملاذ أسعد فور توقيفه على الحاجز. 17 يوما ظل الموقوف مجهول المكان رغم سؤال وكيل الدفاع عنه، إلا أن المحكمة العسكرية كانت تجيبه بعدم وجود ملف له. الأمر الذي جعلني أن أتقدم بدعوة أمام النيابة العامة التمييزية ضد هذا الحاجز وكل من يزور التحقيق بجريمة حجز حرية تطبيقا لقانون 367 من قانون العقوبات، هذا تطبيقا للقانون اللبناني. يوم الادعاء ثاني يوم عم بسأل عنه بيقولوا لي ولو يا أستاذ ليكو ها عنا له 8 أيام عنا، يعني هن كل هالأيام منو عندهم لما الدعات اعترفوا أنه عندهم. طيب عم نشوف شو الادعاء اللي على عم يحاكموه بنفس الجريمة التي تمت محاكمته عليها سابقا. مصادر حقوقية رجحت أن يكون توقيف أسعد انتقاميا بعدما عرض التلفزيون العربي تقريرا موثقا عن التعذيب في أروقة الأجهزة الأمنية، وكان الموقوف ضيفا روى ما حصل معه. نظام القضاء العسكري اللبناني يسير على خطوات نظيره السوري، مشهد يخشى الحقوقيون في لبنان أن يسلم به إذا لم تعمل السلطة القضائية على كبح الانتهاكات المستفحلة في الآونة الأخيرة. حسين خريص، العربي، بيروت. قالت منسقة الأمم المتحدة في اليمن ليز جراندي إن مقتل وجرح عشرات المدنيين في قصف استهدف سوقا بمحافظة صعدة شمالية اليمن يعد تحولا سيئا للأحداث في البلاد. وأكدت جراندي في بيان أن إنهاء الحرب وقتل المدنيين يعد أولوية للأمم المتحدة، كما شددت على بذل الجهود لجلب السلام إلى اليمن. وكان التحالف السعودي والإماراتي وجماعة الحوثي قد تبادلا الاتهامات
اتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي استهدف سوقا بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية. ردود فعل مختلفة أثارتها حادثة مقتل وإصابة عشرات المدنيين في سوق شعبي بمحافظة صعدة شمال اليمن مؤخرا. مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن استنكر مقتل وجرح أولئك المدنيين في سوق آل ثابت بمديرية قطابر بصعدة. واعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية ليزا جراندي في بيان أن الهجوم مروع باستهدافه عشرات المدنيين الأبرياء، وأنه يمثل تحولا سيئا للأحداث بعد أن كان قد انخفض عدد الضحايا المدنيين الذين يتم الإبلاغ عنهم في محافظة صعدة خلال الثلاثة الأشهر الماضية بحسب البيان. جراندي دعت إلى ضرورة فعل كل ما يلزم لإحلال السلام وإنهاء الحرب وقتل المدنيين في اليمن. الحادثة التي يؤكد الحوثيون ضلوع التحالف فيها ويحملونه المسؤولية عن تبعاتها، ينفي التحالف بدوره علاقته بها، ويتهم ومعه الحكومة اليمنية الحوثيين باستهداف السوق بصاروخ كاتيوشا. التقارير الدولية تفيد بمقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين منذ اندلاع النزاع في 2015. معظم الضحايا المدنيين وفقا لتلك التقارير سقطوا نتيجة الغارات الجوية للتحالف، والآلاف منهم أيضا سقطوا نتيجة الاقتتال والمواجهات في الداخل اليمني. وكنتيجة حتمية للنزاع نزح أكثر من 3 ملايين يمني إلى مناطق نزوح داخلي تفتقر لأبسط المقومات، ليبقى المدنيون الأبرياء في المجمل وقودا وضحايا للحرب الدائرة. التكرار والاستمرار في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والأسواق يجعل الشعب اليمني بشكل عام خائف. واليوم وقعت في صعدة، اليوم الثاني في تعز، جميع المدنيين ينامون الليل وهم يتوقعون أنهم سيكونوا الضحية القادمة. حادثة صعدة الأخيرة سبقتها حوادث مماثلة في المحافظة ذاتها وفي محافظات ومدن يمنية أخرى، وراح ضحيتها المئات من المدنيين الذين باغتتهم غارات التحالف وهم في منازلهم أو في أسواق وتجمعات شعبية، مثلما باغتت بالمقابل قذائف أطراف الصراع في الداخل مئات آخرين في عدد من المحافظات التي تتسع فيها دائرة القتال ولهيب المواجهات. خليل القاهري، العربي. قتل 34 شخصا على الأقل وأصيب 17 آخرون بينهم أطفال في انفجار وقع أثناء مرور حافلة على طريق سريع غربي أفغانستان. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، تشن حركة طالبان ومقاتلو تنظيم الدولة هجمات شبه يومية على القوات الأفغانية وموظفي الحكومة ومدنيين. انفجار يتلوه آخر يحصد كل انفجار مزيدا من الضحايا المدنيين. هذا هو حال أفغانستان منذ عدة أيام. آخر الانفجارات وقع اليوم. كنا في طريقنا إلى كابول من هيرات عندما اصطدمت مركبتنا بلغم أرضي. رأيت كثيرا من الناس قتلوا وأصيبوا. وزارة الصحة الأفغانية أعلنت مقتل وجرح عشرات بينهم أطفال ونساء. بناء على معلوماتنا فقد استشهد 34 من مواطنينا في هذا الحادث وجرح 17 آخرون. الحادث وقع بقنبلة كانت مزروعة على الطريق السريع بين هيرات وقندهار غربي البلاد. كابول العاصمة الأفغانية كانت هي كذلك مسرحا لانفجارين هذا الأسبوع أوديا بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا وتسبب في إصابة 50 آخرين. تأتي أعمال العنف القاتلة في بداية موسم حملات انتخابات الرئاسة لتذكر بعمليات القتل والفوضى التي سادت الانتخابات السابقة. فقد وقعت تفجيرات كابول بعد ساعات من تأكيد الرئيس أشرف غني المرشح لولاية ثانية أمام أنصاره أن السلام قادم، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مفاوضات مع حركة طالبان.
باكستان الغارقة في الصراع مع طالبانها تسعى لإقناع طالبان أفغانستان بالتفاوض المباشر مع الحكومة الأفغانية بعد قبولها التفاوض مع الولايات المتحدة، وهو ما ترفضه الحركة حتى اللحظة. عداد القتلى في أفغانستان لم يتوقف منذ بداية العام، وهو ما يؤكده تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة، حيث يشير إلى أن أكثر من 1300 مدني قضوا خلال النصف الأول من العام الجاري برغم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. يستمر الجدل في لبنان حول حفل فرقة مشروع ليلى الذي كان مقررا إقامته في 9 من الشهر المقبل. وكانت لجنة المهرجانات في بلدة جبيل اللبنانية قد أعلنت إلغاء الحفل إثر تهديدات واعتراضات على الفرقة الموسيقية. ورأى رجال دين مسيحيون في لبنان أن الفرقة أهانت الدين المسيحي ومقدساته، بينما رأى آخرون أن إلغاء الحفل انتهاك للحريات. درءا لإراقة الدماء ألغي حفل مشروع ليلى الموسيقي في مدينة جبيل. الحفل كان مثار جدل بعد احتجاجات واعتراضات أبدتها الكنيسة، إذ رأى بعض رجالها أن الفرقة وجهت إهانة للدين المسيحي ومقدساته. حفل هدد بعض أنصار الكنيسة بمنع قيامه وتهديد الفرقة بالقتل. ولا ترى الكنيسة في إلغاء الحفل انتصارا، بل أرادت التأكيد على قدرتها في حماية المسيحية من أي نشاطات تتعرض لمعتقداتها. باجتماع اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام نشدنا المسؤولين بالدولة أنه يتحملوا مسؤوليتهم كافة ويلغوا هذا الحفل حفاظا على مشاعر أبناء الطائفة، ومش مثل ما قالت أو تبجحت لجنة مهرجانات بيبلس الدولية أو رئيسة اللجنة يلي لازم تتغير أنا برأيي، لأنه بتتحمل هي المسؤولية عن هذا، عن لو صار إراقة دماء وما كان صار رح يصير إراقة دماء. إلغاء الحفل عرضه كثيرون ورأوا فيه انتهاكا آخر للحريات، انتهاكات تجاوز عددها 50 عام 2019. ناشطون حقوقيون علقوا على هذا الكم بأن الدولة في لبنان راحت تسير باتجاه الدولة البوليسية الخاضعة لسلطة رجال الأمن ورجال الدين. ما فينا نكون ببلد ديمقراطيات وبيعتاد بحاله أنه مميز عن المنطقة وهو مأثر بالمؤسسات الدينية والأمنية، يعني الأمن بينتصر على الإعلام والدين بينتصر على الثقافة، وإذا هول الحالتين هن اللي عم بيوصفوا لبنان بعتقد عنوان الديمقراطية سقط عن البلد. فرقة مشروع ليلى أصدرت بيانا بعد إلغاء حفلتها نفت فيه أن تكون أغانيها تمس بالمعتقدات، وما جرى إنما انجرار وراء الحملات التلفيقية والتشهيرية التي كانت الفرقة أولى ضحاياها. صفعة قاسية للحق في حرية التعبير، هكذا وصفت منظمة العفو الدولية إلغاء حفلة مشروع ليلى. إلا أن اللافت في هذه القضية هو غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها حين غاب دورها ولم تصدر أي قرار بإقامة الحفل أو منعه. ميثم قصير، العربي، بيروت. ونختم برنامجنا كما هي العادة بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن بطولة السيدات الدولية للملاكمة التي شهدت انسحاب إحدى المشاركات التونسيات أمام نظيرتها الإسرائيلية بسبب رفضها للتطبيع الرياضي مع الاحتلال. لما عملنا القرعة تحت القرعة معناتها مع إسرائيلية، قلنا لهم نحن نجمش تغيروا القرعة خاطر نحن عرب ما نجموش نتفاهموا مع الإسرائيلية، قالوا لنا لا لأن نحن عرب مهما كان ما نحبوش نتعاملوا مع الإسرائيل.
العرب اليوم من